بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. وحسدي تبنات كتاب كني الإيضاح في علم التصريف. كتاب كمر كينو سو بالله بيني وينك سو شاقني إنو ككوبن يهي مقدمة إيو شنباب. بابكي كوبات أغنى مهم سنة وإنو كسو فرح لني ولله الحمد على ذلك. وبابكي أها بابكي أفعال فعل كمجرد كأ هي مضارعي سي هي أوزانتي سي ووليبا مركاسي وفنقشنا متكلا ولورن تري إسناد الفعل إلى ضمائر الرفع. هل كان وحي نكب الله بينا قلبت إن شاء الله باب الفعل المزيد وأنواعه. فعل كمزيد كاللو يقانه هي انت النوع او كلبحو اين هلك بلاوين. يقول المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى: لقد ذكرت ان للفعل المجرد اوزانا اربعه. حنصور شيغي بولي هي ان فعل كمجرد كاه ولي هي افر كفدوت أما أفر هالبيك هي أفر تاسنا وفعل بفتح العين وفعل بكسر العين وفعل بضم العين وفعل لا ورباعية صدحنا ثلاثه من أو رباعية. وهذه الأوزان نسميها المزيد عليها أوزان تاس إيادة أو حنكم قعابي نابو ليهي كو اللا زياديو اما اللا بيريو او ايغا مركي وحلوغو كرديو ايا فعل كا اساقا ايه مجرد كا مركي وحلوغو كرديو فعل كا كسوا بحاو حالا اذا هذا مزيد اساقا مركا انواعي قيبله. والفعل المزيد هو ما زيد فيه حرف او اكثر على حروفه الاصلية وحالا اذا هذا متكا اللوغو كردييي حرف أما حرف وحكة بضان أو اللبا يصدح متكودة حروف تيسي أصل كأهيد فعل كمزيد كاكاسة ليلة حروف تي أصل كأهيد وأما صدح أهيد أما أفر أهيد أو أما حرف لغو كردي أما اللبا لغو كردي أما صدح لغو كردي فعل كاسة وحالي لهذا مزيد. ويسقط زيادة وين دعدا بالتصاريف قد قدونك فعل كمركو اسبب بدل ايوه اي زيادة دي دعدا لغير علة صرفية يضوء عن علة صرفية اي سنكوق من اي اسكد دعدا. وفي الباب مسائل كثيرة ماشا خط مطبع يا كتير مسائل أي كقرا لكن مسائل كثيرة وهي باب كمركا دور قضب ومهيمة أي كتيرة. أولا كنقوه الرأي الزيادة ورت الزيادة ده إنه حسكني رهنه. تنقسم الزيادة إلى قسمين هما زيادة وحي أقيب سنتا لبقي بود وحين كليه زيادة حرف ليس من حروف الكلمة المزيدة عليها حرف لكردي أو لزيادي حرف كاسو أن كمد أهين حروفته أي كلمة لكردين يعمل لزيادين يككو بنت تصالحون ونوع من دونا. وهذه الزيادة زيادة إيادة تأتي وحيكتم ويمنيسا من أحد الحروف العشرة
حروفتا طبان كيهي اللي يقان حروف الزيادة اللي يقانو أي كتما دا حروف تاسو كلا أسين إيا همزة لام إيا تا ميم إيا واو نون إيا يا ها إيا ألف ويجمعها وحان حروف تاك كل من إيا وانتي هاد عن صور شاقنون لكن سيال أحرف دي سوحا كو كل من إيا قولك هذا الكادي سألتموني ها آتري سألتموني ها وطبنك حرف وهل أري لغا سمي يا هول استنم يدنا ودادود والشيغي ترين أيا كان وطبنك حرف هذه قلت صدادة وادرادين كرتا كلمات كلا وطبنك حرف أتكو كل ميسو وأتكو حسوسته وتسمى وحان اللغو مقعبا زيادة ذا نوعنا زيادة محضة زيادة عد وبرحلة زيادة نما دي دو سنشكل كوتشيرين محا زيادة محضة اللغو بحيي لأن الحرف الزائد فيها واضح معين كزيادة الهمزة في أفهم محا يلي حرف كزائد كأ وعد يهي وانا اللغو مقعبا سيدة همزة كوتشيرت أفهم إيه والألف وفي خاصمة ألف تخاصمة كوتشيرت إيه والهمزة والتاء في اعتدل همزة إيه التاء ذا كلمة اعتدل كوتشيرت إيه والهمزة والنون في انكسر نون تا إيه همزة كوتشيرت كلمة انكسر إيه والهمزة والسين والتاء والهمزة والسين والتاء في استفعل همزة يسين تأي تعالى كترتو كلمة استفعل إن زيادة داسي زيادة نمدة دوالة يقانا وانا معين أو أفهم كلمة اللي يراه دو أصل كريبة فهماها همزة إني زائد كتها يوالا قرانيا خاصمنا خصموها اعتدلنا عدلوها انكسرنا كسروها استعملنا أما استفعلنا استفعل ابن هداين النري استفعل ذو وزنك لكن موزونك هي مثالك واستعمل هي استخرج هي استغفر هي وحل منه إيقنا عمل أبوها استعمل أي ألف تاس هي سين تا هي تاس هي زيادة كوا تاسوا قيب كم إذا الزيادة ده. زيادة كلا ترته ومحيطها زيادة تكرار حرف من أصول الكلمة حرف كم يدأه حروف تأصل كيه كلمة ويكا كوبانتها أو لسوع العليو وهي زيادة داسنا وهذه الزيادة ده زيادة داس نوع سهنا إما بتكرير أصل من غير فاصل بين الحرفين المكررين لابا مدن بين نقطة إن أصل كان لسوع العليي لابدا حرف مركاسي مركي متكم إذا لسوع العليي إسوء كاضي إن لوك لدحجرو والله دحيو وغالبا ما تكون بتكرير العين إن تبضلنا وحي زيادة نوع عسكتي مادا أما شيء اللي سوع العلم أيوة وعينته وعينته مر كان لين هاي وقال إلى جرم يسا وكلمة دا أقوه الرئيس حرف أقوه الرئيس كلمة دا وحالي هذا ف حرف كلابادنا وحالي هذا عين أم حرف كبحة كصدحاتنا وحالي هذا اللام ومركو ثلاثي جيها أدور رباعي هنا لام تيبا مركلة لام الأولى هي لام الثانية أي نقنيسة فرك أنت بدن زيادة حرف للسوع العليية وحكتي ما داعينته مثل صدق كرم علم حطم تاسا غالبة وحاك لو دعي كرتا إن لامت للسوع العليو أو بتكرير اللام أما لامت للسوع العليو مثل تسالهان اغبر احمر اسمر
وايهن وإما وحاك الله دعكرت وإما بتكرير أصل كي ورحوك يري إن شيء لبدي حرف للسوع العليي وحرف أبدا حيصوما وإما بتكرير أصل ما يكي ورحوها لبدي حرف للسوع العليي التكرار كو يميد وأن لورد حينينو اسكحيك صدق إيو كرم إيو علم إيو حطم إيو إغبر إيو إحمر إيو إسمر وإما بتكرير أصل مع الفصل أصل لسوع العلي لكن شيء حرف كل سوع العلي اسكمحيكو والله حرفه اسكحيك تماها حرف كلا أي أرد حيو بين الحرفين المكررين لبدي حرف إيه لسوع العليي حرف باود حيا مثل تسالهن إحلو لا هذا اللام كوي وحل لسوع العليي وو باود حيس إعشو شبا شين كان لسوع العليي لكن وو باود حيس اسكم حيان لبدي شين وتسمى وحلو مقع بهذه الزيادة زيادة إذا زيادة غير محضة زيادة عن عدين وعن برح لأين محا زيادة عن عدين لو قب بحيي لأن الحرف الزائد حرف كزائد كأه أحد المكررين وعلى بضن لسرع العليم متكوط دون تعيين أحدهما يدو أن متكوطن اللعيم إحلو لا كلمة إحلو لا ما اللام كحالة كحيقة ما سوى اللام كوو كدن بيه ما كلا ساري كرت لكن لبضو ضمدن بزيادة وكذلك إعشوشبا وأقول مت طيب باب كمسائل بضن بوليه كيري تاسي ومسألة كوبات زيادة هي إنت أي أقيب سنتو هي قابك أي تهينا هالكاس أي إن أوجد بينها كيف تعرف الحرف الزائد في الكلمة عن الحرف الأصلي فيها حرف كزائد كه هي حرف كأصلك سيداتو كالقرم إيسا وليه مؤلفك نعرفه بأحد طريقين وحنكو قرم إينا لبا ودى متكوت لبا سيابوت با وينكو قرم كرنا إدهوري الطريقة الأولى الحرف الأصلي هو الذي يبقى في جميع التصاريف حرف كأصل كأ إلا هو أصله وحالو يقارنا وباقي قد قدون كأي كلمة دن سميني سؤور دن إيا مراحشة أي مرايسو مرو البحروف في أصل كهي ميشة واتشوغان طبعا محاكوش إلا لعلة صرفية لكن وانعي كرتا حيرر أي صرافت ليهين إن لوغو يسيد قل تاسي إيادة وعلة صرفية إيادنا معنى إذا حاول حكم هان حرف يوتشوغا لكن إعلال صرفية هي كل عين والحرف الزائد حرف كزائد كأنا هو الذي يحذف كان لحتفال إلى ذا من بعض التصاريف تصاريف تأما قد قدون كأي كلمة سمين يسو ميلك كمد أمركو مريو حرف كي وضع أما لما مثلا حرف كي ولا حتفال فمثلا فهم كلمة فهم اللي إذا هذا مكون من أحرف أصلية هي وحيكا كوبانتها حروف أصله أه ف يها يميم فهما فهذا يميم كا يها داسيكا كوبانت نجدها حروفة وفادي هذه يميم كا وينهلينا في جميع ما يتصرف من هذه الفعل من ذلك الفعل فعل كان إساقا وح الله وحي كسر فوما إساق حقي سكسو تشيدو أردن فأداس إيا هاداس إيا ميم كاسي وانكو أركينا وما عداها زائد وحي كسو هري كوانا إنو زائد يهان مركا أغانينا أفهم إني همزادو زائد تهان أغانينا فاهم أيو النوضي ألفت كترتو قرد حيس فأدي هاد إني زائد تهان أغانينا فهم هذا لسوع العلي تكرار كأنه زائد هان وقانينا تفهم هذا سأيضا لسوع العلي وهو زيادة تكرار إني هذا سي
زيادة تان أغانينا استفهم عرفت همزة يسينت يتعظ إن أي زيادة تان أغانينا مفهوم فأدي هذه ميمك إلا وأصله إن أنت كلا زايدين بان أغانينا أو ميمك هي ووغ مفهوم كتراء مركا أصلك طريقة سحوي أصلك وحنكو قرانينا مدعي إلا لعلة صرفية إلا لعلة صرفية موغي وحكا لا سكلا ومدعي زيادة نوي دعيسا طريقة كلا ترتو الطريقة الثانية طريقة اللبادنا تأتي وإيماني تأتي بوزن الكلمة تأتي بوزن الكلمة كلمة وزن كيدي بالله إيمانيسا كلمة وزن كيدي كلمة كستا واللغة العربية وحيلها ميزان هي كفضل لصارا أي لها والوزن ميزان كاسا يعين لك الأحرف الأصلية ميزان كاسا وحكو عيما يا حروف تأصل كأ بمقابل الفاء من الوزن بالحرف الأول حرف كهرة ميزان كيسة وفاء حرف كهرة أصل كأ من الموزون كل ميزان كلمة كفضل لساري حرف كيظهر فأدت كأدنيسة وبمقابل العين من الوزن بالحرف الثاني الأصلي من الموزون كلمة لميزامي حرف كذا لبعضنا عين تاتكو أدنيسة وبمقابل اللام من الوزن بالحرف الثالث الأصلي من الموزون كلمة لميزامي أيضاً أصل كا حرف كذا صدحادنا لام تأياتكو بيغيسة فمثلا اختصم كلمة اختصم الليلة هذا على وزن افتعل وي الفاء مقابل بالخاء فأذو حي أبيكتون تا خأضة والعين مقابل بالصاد عينتنا صادك أي أبيكتون تا أيضنا واللام مقابل بالميم لامتنا ميم كأي كؤادن تهي فأصل الكلمة مركة وخصمة أصل الكلمة وخصمة والحروف الزائدة حروف تزائد فيها في هذه الكلمة كلمة يضع حروف تزائد كوانا والهمزة في أول الفعل همزة فعل كأوه الرئيس اختصم هي والتاء تعدى وبين الفاء والعين طريقة أنا وطريقة اللبات لغو كالقرتو زيادة هي أصلك oo taasi waxa sameyn karo un marka qofka sarfiga yaqaan oo sarfiga thimartiisa iyo miraha laga guranayo markii sarfiga la barto waanagay ku soo sheegney macrifatu asli kalimati wa ziyadatiha wa hadfiha kalimada asalkeeda in la yaqaano iyo tabtul abniya in la yaqaano ayaa lagama maarmaan marka kaasi qofka sarfiiraha ah un baa garan kara ee sarfiga yaqaana ee miisaanka iyo sida waxyaabahan mawzuunka iyo miisaanka iswaafatin kara tariiqadaasna tariiqada sarfiirahana waa lagu kala garan kara kelimadan iyada ah asalkeeda iyo ziyadadeeda waa lagu kala garan kara taasina waa mas'ala kale mas'alada labaad بابك كتر توحاوي إن لزيادة معان يطلبها المتكلم بها زيادة معني وضتا معناها سو اسكما إيماننا قف كان حالي كلمة دن كو حالي أيا أتشيدو أدن له معناها سو أدن له معني مركو مسكحة يمانك كو صور دعو أيو قف كان يعبر يا مركا أريق عبر كي أن ereygani ama lafdigani waa cabirkii macaaniduna waa waxan loo jeedo ee qofka uu rabo inuu sheego wuxuu ku yiri laana alxarfa zaa'ida laa yaati illaa limacnan xarafkan ziyaadada ah bilaa macno uma imaanin macno unbuu u yimid waxaa loo kordhiyey ereygan ee loo ziyaadiyey macnihii
إن لبدلو أمل الزيادية وي ويا وانغرتي أولا الزيادة مركو نيري أو زيادة ديو دن مركو واتان صور شاقني إنت النوع عيتهاي إيو سيدا اللغو كلا قرانا يو أصالك إيو زيادة ده مسألة دي صدح هذا قدام بيسيا إن زيادة دو أي حرف كان زايد كأو معنى وطنة إذن هو مسألة صدحات وباقة كترة وحين أقبض بين مركة ثانيا قضب كاللبات أنواع الفعل المزيد فعل كان زايد كأه إلا فعل كي مجرد كوحرب حني المزيد عليه أي رب حني سوما فعل كان للزيادية مركة الزيادة دي أصل كإسكوتش رأى أقسام بمركة ليه سيء وانا لو تعريفي زيادة معنى هذا وانا لو شاقي أقسام تيز انت قيبوض أوك ربحا يرانك قلينا أما انت النوع أوك ربحو ينقسم الفعل المزيد إلى قسمين فعل كمزيد كألاب قيبوض بوك ربحا هما وحين كليهين مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي ثلاثي للزيادية والرباعي للزيادية لا بد أسوق ربحها ديب يقول نقاط صرف هو حساب تأكله والسلسلة إسقوا ذحين مر والبأفر تي صراوي مجرد كأهيد أربعة كورك صبرت مرنا كمرمي ميسي أفر تي صراد صدحنا ثلاثي بهايين مدن الرباعي بوها صدح ثلاثي قد محي هايين فعل يفعل يفعل مدنا وحياة رباعيو فعلى لا أي أهيد مركا انتي ثلاثي أهيد حلو يقانا مزيد الثلاثي سرطا رباعي قانا وحلو يقانا مزيد الرباعي إيقا مركا الله بيربيرين دونا الزيادين دونا كدبنا فعل لو يقانا مزيد أياك صبحي دونا لابدا قيبود مركا انكوهر مرنا قيبتو هوري محايا لوي كتر يري وينك أسل سيني ويكتر يريين عفوا هنكوهر مرنو أولا مزيد ثلاثي كان ثلاثي جهة للزيادي ويكون على ثلاثة أنواع صدح نوع بإسنا نقن دونا قلبت إن شاء الله هل نوع بينكوك هفتوم دونا ما يزاد فيه حرف واحد فصار رباعيا مد لغو كردية هل حرف ثلاثي صدح بأسوما هل حرف لغو كردية مركا ما يقول نقول يا هل صدح لوجي وحيلام التهاي أفر لبو نوع علبات مزيد ثلاثي وحوي ما يزاد فيه حرفان فصار خماسيا مثل بح حرف لوجو كردي أو مركا شن نقضي صدح بو هل لوجو كردي شن بو نقضي نوع صدحات وحوي ما يزاد فيه ثلاثة أحرف فصار سداسيا مد لغو كردي صدح ومركا النقضي لح اللي صدح بواي صدح عبد النقود دره واللح وماشي وذا دادي هرليه ترين ثلاثي ثلث كي لغو زيادية ثلاثي ثلثان لغو زيادية هي ثلاثي ما هي ثلاثي ثلثان لغو زيادية هي ثلاثي مثله لغو زيادية ماشي ليه ترين وين صدح ذا النوع أيو ثلاثي للزيادية وكلبها النوع الأول أنكم باللون مرك النوع الأول محوها مزيد ثلاثي بحرف واحد وثلاثي هالحرف لغو كردي ومركا أفر نقضي رباعي نقضي وله ثلاثة أوزان صدح كفذود بوليها أما صدح الباك أو قياسية قياسنا هي وحيك ليه زيادة همزة القطع همزة لو يقان همزة القطع إن لو كردية فعلك في أول الفعل ولما فعلك أول كيس لو كردية فعلك الثلاثي ثلاثي جاءها ليصير سوى هذا على وزن أفعل وزن كان أفعل لو يقان وزن كان أفعل اللي إذا أي نقنية مرك أفعل وصرع صب وأضنان تبرفي وميزان وكفد عصب وقالب عصب وأضنان تبرفي ثلاثي بوها فعلوها همزة القطع همزة اللي هذا أي لو كردي أفعل أي النقضي تسألوا إن بوكسيو وحوكو يرفتح
ayaad taqaanay oo facala ah aftaxay noqotay, farixaad taqaana oo facila ah afraxay noqotay, karuma ayaa taqaanay oo facula ah akrama ayay noqotay. Marka tusaalooyinkiisina waa aftaxa, afraxa, akrama. Isla markaana aad tilqaa'iyan aad u garanayso shayga la kordhiyey inuu yahay hamzada hamzatulqadciga loo yaqaano waayahay. Wuxuu ku yiri muallifku watasdaadu hamzatulqadci, hamzatulqadcigii way ziyaadaysaa, liajli macaanin, macaani daraaddeed bay u ziyaadi, macaanidaasoo ashharuhaa atacadiyatu, inuu ficilkii laazim buu ahaaye ficil mutacadiya uu noqdo. أي معنى هو جعل الفعل اللازم متعديا، فعل كي لازم كاها أو فعل متعدي على قد يوه إلى مفعول واحد، مفعول هل مفعول أطلابه مثل تساري البكسية، بمعنى فعل كي وهذا أطلاب الدونة هذو حتى متعديها وهمزة القطع إيه قشه لو مفعول بأطلاب الدونة هذو متعديها ولو مفعول أصلان وقالين ترينه صدح مفعول بو طلاب دونا وهكذا أضو همزدني وحي سينيسا أود وحاوي قراده سي وكقرده أو قراده كالقارو انت أنا نقود وقلينس فعلك وحي لو قيبين إن مرر كغار وحي الله قيبيا فعل تعدي أي فعل لازمة، فعل لازمة محالة إذا هذا وفعلك كؤك فعل كيسا أي سقونس كؤك كيسا ميي يدعضدي وحاوما رافسنا خرج وبحي، خرج وبحي قف كيبا بحي مفعول مقاطو وفعل لازمة منه وتعديو وفعل كالتعديو ضربه قراعي، ضربه قراعي أي قراعا يقفكي قراعي كليكو ماكا عدك الأولى قراعات شفتا كالا قراعي مفعول بها ليلة هذا مركا فعلكم مركو مفعول التلابنا وحال ليلة هذا فعل متعدئة فعل لو مفعول التلابات شرا فعل صدح مفعول طلابات ترى وهكذا همزة القطع هي المركز زيادة ده معاني ذا أي كردينيسو هي السبب تلو زيادة وحاوي إني فعل كي لازم كها تعدي كدكت فعل كي لازم كها إني طلابسو أي مفعول طلابسو هدو هل مفعول قادن ترين لبا مفعول أيو طلابسو هدو لبا مفعول قادن ترين صدح مفعول أيو طلابسو وشددو أنت إن شاء الله مركز وضل مرينا أمثلة وين قد الأردينا خرج الخادم تعدي بها خرج الخادم منك خادم كهابا بحي همزة القطع بعد جلسة أخرجت الخادمة خادم كيف بحيه ذهب التلميذ إلى المدرسة أرضي سكولك آذي أذهبت التلميذ أرضي بها وحان أتسيي أما أن أدري إلى المدرسة أذهبت وذهبت بها وحديك كايمي وأرضي كدل دعي هي مفعول هي فعل آه إن مدرستي الآذية طيب فإذا كان الفعل المجرد فعل كمجرد كهدوية متعديا لمفعول واحد من هالمفعول تلا وصار وحوهانا يا بزيادة همزة القطع همزة القطع مركي لغو زيادة متعديا إلى مفعولين من لما مفعول تلا مثل تسالهان لبس عمرو ثوبا لبس عمر ثوبا باتقاني وفعل عادي ومتعدي ألبس همزة القطع باتكو زيادة السيم حاتري ألبست عمرا ثوبا ألبست وحان أحري عمرا ننك عمرا يا ثوبا مرا أحري ألبست دي مانتا فاعل كيدي واتاداس كل نبا أذيقا هاللية ومقعويال عمرا نوا مفعول كي كبات ثوبا نوا مفعول كي لبات فهم التلميذ الدرس أرضي وحو فهمي درسي أقاطي وفعل متعدي عاليا همزة القطع بات قدرتي محي أكر لنيسا مفعول لبات بوت الله بنيسا ومحاضي أفهمت التلميذ الدرس أرضي وحام فهنسي درسي سمع مصعب صوتا مصعب حو مغلي عرب مغلي صوت فعل متعدي عالي وهمزة القطع بات قدرتي أسمعت مصعبا مصعب حان مقشيي صوتا مفعول لباب بوت اللوض وإذا كان الفعل فعل كهدوية المجرد أي مجرد كه متعديا مدو طلابة لمفعولين لمن مفعول صار وحوهانيا بزيادة همزة القطع
متعديا مدو تلاب إلى ثلاثة مفاعيل مثل تسالهان وحوكو يري فعل كمجرد كهدو أصلهان أهاب مدو تلاب لبا مفعول همزة القطع يعني محي كردي نيسا وحي كردي نيسا فعل كيبي وحي تلاب نيسا صدح مفعول بيو تلاب نيسا تسالياش قبس مرك علمت أحمد حاضرا فعل كان علم لما مفعول بغاتا علمت وحان وقالي أحمد ومفعول كي كوبات حاضرا ومفعول كي لبات همزة القطع هدان كد هدان كدرنا بل ما حي أكردين وحي أكردين مفعول صدحات بيو تلاب ومحاضه أعلمت أحمد أخاه حاضرا أعلمت وحان أغيسي أحمد نينك أحمد ليلة هذا أخاه ولالك حاضرا نتشوغينو صدع مفعول بمك أو تلابس علمت زيدا كريما وحان أغادي إن أو زيد نينك ليلة هذا يهينن كريم أو قعنفرا وديقسي صدع مفعول بمك همزة القدع أو تلابنيسا أو محاق أوران أعلمت عمرا زيدا كريما أعلمت عمرا عمر وحان أغيسي زيدا نينك زيد ليلة هذا كريما إنو يهي وهكذا ساسات قوة غيسا أفعاش أوردن كي لازم كأهانا تعدي بي كدقي همزدي كي لبدا مفعول قادن يينا كي هالك مفعول قادن يلبا يطلاب كي لبدا قادن يينا صدح بي يطلاب وهكذا في جلس وأجلس علم وأعلم نبأ وأنبأ. طيب زيادة وحن ملنا يا نصاعي لبا دقيقة كهذا وحن كوك علينا لبا دقيقة زيادة ألف بين الياء والعين زيادة ألف ألف للزيادية بين الفاء والعين ده فادي عين تلحظوا ده إلى نوع كوبات فصدح وحولها صراط همزة همزة مدرس أفعلاء مد الله بعضنا وحوي زيادة ألف ألف للزيادة بين الفاء والعين فأدى عين كدحض وضع ليصير الفعل فعل كسيو هذا الثلاثي وثلاثي على وزن فاعل فعروك وهاي ألف بعض حد كزيادة نيسا فأدى عين كدحض مرك فاعل به مثل تسالهان نصر ناصر سلم سالم. طيب نصرها ناصر سلم سالم وهكذا قتل قاتل وهكذا وتزداد الألف ألف تي وزيادة يسا لمعان لأجل معان بأزيادة يسا أشهرها وحاس أو عنسا معاني دورها إلا ذا لكن وحا أو عنسا المشاركة إن لو ذاقوا فعلك وهي مشاركة ذنا الدلالة تصم وهي على أن الفعل فعل كماشا كدعي حادث إنو يهي مت كدعي من الفاعل والمفعول أول حتى قال فاعل وحسمايو هي مفعول للظلمية يتقانو وحلو سمايو لكن سرتني وحيكوفا إذا نيسا مررك قار وحاد عذا فعلك إنه فاعلك هي مفعولك به وكسوت شيءه ويدق على من مثلا وحبي وذاقين مثلا وهكذا فعلك اللي بضو ضوا وكسوت شيءه تسالها آيات كقرا من الفاعل والمفعول معا مثله ضارب مسعود عامرا مسعود يا عامر ويستمان ويسقراعين ويسقراعين ونبا نقول يا قراعين ما يجي ما إسقراعين ودق على ماي فالضرب قراعست حادث من الاثنين لبضب حق ذوك سوتشيدا وهكذا في قاتل دقالك لاكما فرتنك عامل جادل شاعر خاصم جادل وهكذا أساسا نقول إيسا قيبت الصدحات أما صرت الصدحات وحين نقول إيسا زيادة حرف من جنس عين المجرد ثلاثي فعلك مجرد كهي ثلاثي كهي عين تيسة أو حرف لغو زيادية التضعيف وهي معنى هذا عينتي أمبال لسوع العلنية ليصير سوى هذا على وزن فعلا وعينت الله شده مثل تسالهان صدق آيات قاني ودالك أوسن شنين صدق آياتري علم آياتري علم نظف أيوها نظف آياتري مركا عينتا لتقراري لسوع العلنية إيادنا وزيادة وهي ويزداد التضعيف تضعيف كي وزيادة لمعان لأجل معان معاني درادة أشهرها وحاس أو عنسا المبالغة والتكثير مبالغة هي تكثير بدن بأو عنسا أو التعدية نوار نقطة مثل تسال أهان طاف الحاج الكعبة حاجي وحو طوافي كعبدي
طاف فعل ثلاثي وليه معتل العين وهي عين تسوي ووتها وودي لفصد هذه تكرار قسمة وهي تضعيف سي مبالغة ونقطة وحاضي سامركة طوف الحاج الكعبة حاجي كعبة دي بو تطوافي أي أكثر الطواف طواف كي بو بديي زيادة المركة عين تلا زيادة لتضعيفية وحي كردينيسا مبالغة هي فعل كان إنو بكثرة إنو يهي أي كردينيسا قتل قاتل أي أكثر القتل ميا قتل قتل وطال الله شيدو ذبح ذبح أي أكثر الذبح قور عيب بذي فرح أحمد فرحته كنوى تعدي أي يتعدى إلى مفعول واحد فهم الطالب درسا طالب كيبا أرض كيبا درس كي فهمي فهمته درسا أي يتعدى إلى مفعول ثان أي أتلا بنيا وهكذا سلاس وكلا آيات في خلال